الفائز الحقيقي في الحياة ماشي الأكثر سرعة في القيادة ولكن الأكثر حذر. تبدا البرنامج فيديليتي باي أكسا غادي تستافدوا من رصيد ولاء اللي كيتزاد عام بعد عام وكيقدر يوصل حتى ل 5000 درهم يمكن لكم تستعملوه في حالات حديثة. أكسا رؤية جديدة لتأمين سيارتكم. مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم في خبر اليوم نقدمه لكم من قناة شوف تي في. لقي تقني الكهرباء مسرعه مساء امس السبت على اثر صعقة كهربائية من عمود انارة اثناء التحضير للملتقى الفيدرالي الثاني لألعاب القوى بمنطقة عين حرودة الذي نظم تحت شعار الرياضة اخلاق وسلوك، واشتكى بعض الملاحظين اليوم الاحد من التنظيم كما لاحظوا ان العداءات طلب منهن قطع مسافة اكبر مما هن متخصصات فيه، ما ادى الى توالي الاغماءات التي لم يستطع المنظمون احتواءها لوجود سيارة إسعاف واحدة. نشاهد الصور. وأثناء توزيع الجوائز على المكرمين والفائزين انتفض العداء السابق محمد حطاب ابن المنطقة بسبب عدم تكريمه، وهو الذي رفع اسم منطقته عاليا في المحافل الدولية والوطنية. نستمع للبطل المغربي السابق محمد حطاب في هذا الخصوص، نتابع. أنا بقى في الحالة أن ولد المنطقة أمتي وما كرمونيش، وعني ماشي شي راني عطيت للمنطقة وعطيت الامثله للمنتخب، يعني راه مع ديال لي ميداي برونز شامبيون دي موند وميداي دور في جو فرانكوفوني في كندا، وخلي بطل المغرب عده مرات تسببوا بزاف الملتقيات في امريكان في الانجليز في المانيا، ما خليت امثله سنتالي، يعني راه 20 عام ديال هذاك امثله وفي التكريم امثله ما يكرموكش لا سواء لا ماديا ولا معنويا بجوج. في وقت كانت فيه الرياضة الوطنية وخصوصا أم الألعاب في حاجة إلى مثل هذه الملتقيات التي تشكل فرصة لاحتكاك الهواة بالمحترفين وتخلق مجالا منافسة في ظل ضعف المنافسة لدى الرياضيين المغاربة، غير أن التنظيم يبقى ضروريا لإنجاح هذه المناسبات حتى يستفيد منه المشاركين بشكل مهم. دمتم في رعاية الله وإلى فرصة قادمة بحول الله.